المقابلة ضد أيمن نصيري ومحسن أرمشي. واش العشران المهم ما نرجيكم بواحد الفيديو ديال واحد الماتش ديالي قديم. هذا الماتش اللي الصراحه كيبين واحد المهزله تحكيميه كبيره، واحد المهزله رياضيه اللي طاريه في المغرب واللي كيعانيو منها بزاف د المغاربه. المهم في هذا الماتش تعرضت لجوج ضربات خايبين بزاف في المنطقه ديال الحجر واللي تسببوا لي الصراحه في واحد الامراض لواحد المده طويله. كنت كنعاني بزاف لدرجه انني ما كنتش كنلبس الحوايج مثلا بحال دابا سروال التين ولا الشورت، حاجه اللي غتجمع عليا ما كنلبسهاش، خصني ديما نلبس حوايج الواسعين. المهم نخليكم مع الفيديو تفرجوا وحكموا، خليونا في الكومونتير كي جاكم الماتش واش نستحق نربح ولا لا. المهم هنايا كيحسب ليا وانا ما عرفتش السبب علاش كيحسب ليا، رغم ان خونا ضربني بالراس والراس راه معروف ضربه غير قانونيه، راه ما خصوش يحسب ليا، راه خصو يعطيه انذار هو. والمشكله هو انه حسب ليا انا ورجع هو عطاه الانذار، وهذا الحكم هذا صراحه كنت كنعاني معاه بزاف. ما ماتشات اللي كان كيحكم ليا كنعاني معاه ديما، كيدير ليا بحال هاد البلانات هكا. المباراة الوزن ديال 54 كيلوغرام، وكنذكروا دائما بياسين كبيوش ارطوطة الحاج ونبيل اسمار بشباب سوان نادو 57 كيلوغرام باش يستعدوا للمنازلة. الحاج ضد نبيل اسمر شباب سوان
المادور وزن 57 كيلوغرام. لا يخليكم مستعدين للمنازلة. الآن كنشاهدوا المباراة ديال أيمن نصير يعطيك الحجم وحسين على مشي النجم الأحمر يسخنوا وزن 54 كيلوغرام. الجولة الثانية المباراة غتكون فيها ثلاثة ديال الجولات هذه اللي غنشاهدوها الآن مباشرة. غتكون الجولة الثانية اللي بغيت الجولة الثالثة والنهائية غتكون الآن.
أول ذاك الحاج النبي أسمر شباب سلوان ناظر وزن 57 كيلوغرام نساعدوا أبطال الله يخليكم باش نتنازلوا نساعدوا المنازلة الله يخليكم باش نبغوا شوية الوقت الثالثة من هذه المرة هذه عزيزة ملح من ماك بوكسينغ تازا ضد سعاد همو من شباب المتوسط الناظور وزن 56 كيلوغرام في كيك بوكسينغ المباراة تنتهي وغادي نشوفوا لجنة التحكيم شنو غادي تقول في القرار ديالها القرار ديال لجنة التحكيم وغادي يكون إذا بروح رياضية الإخوان كيتصافوا نشكركم على بروح رياضية واللي أصلا دين عليها حتى الجمهور ديال لطات الحاج التشجيع ديالو كنشكروه إذا يبقى الركن البطل أين المركز من أبطال لطات الحاج إذا أيمن من أبطال لطات الحاج كيفوز بالمباراة نشجعوا جميع الإخوان برافو سي ايمن كنشكرك برافو صورة جميلة من الروح الرياضية كنقلب عليها شكرا لك اذا غادي يتلعب الحلبة السيد امين مال ديال الجمعية السيد تيجاني اليماني ليسلم الجائزة للبطل والفاعل الجمعوي ديالنا علي كبابي أسمار شباب سيوان ناظور وزن 57 كيلوغرام وكنشجعوا الإخوان ديالنا كنشجعوا الله يخليكم الإخوان إذن الفائز أيمن ويسلم له الجائزة اليمني التجاني أيمن الجمعية جمعية نادي الأبطال في ليلة الأبطال كنصفقوا عليهم الله يخليكم والجائزة الثانية يسلمها علي كبابي لمحسن أرمشي من نجم الأحمر نسكرو صورة تذكارية للإخوان الأبطال وكنناجو على ياسين كبيش ونبيل أسمار الله يخليكم لأن باقي عندنا مباريات أخرى المهم الماتش سالا هنايا
ومن بعد ما عطاوه الماتش، ورغم انني كاين جوج دقات خايبين اللي جاوني في البلاصه حساسه بزاف، جاوني في الحجر. ومن بعد هذا الماتش مشيت للسبيطار، وجلست في السبيطار تقريبا 5 سوايع، ما كنتش كنقدر نتمشى. ومن بعدها 3 شهور ولا 4 شهور ما كنتمشاش وما كنلبسش سروال الجين، كنلبس غير داكشي اللي واسع، لانني فري تعرضت لواحد الضربات اللي صعابين بزاف. و انتما كتشوفوا هذه المزاله ديال التحكيم في المغرب. الدري انا ما كنلوموش، رغم ذلك ما كنلومش انا الدري، اكثر ما كنلوم الحكام والناس اللي منظمين داك التخربيق. بالنسبه لي هذا شي تخربيق، لان فاش كتلعب في هذا المستوى هذا كيجيبوا ابطال ولا باش يحطوهم تما ويلعبوا بهذا المستوى هذا، كتشوف بان راه مهزله، يعني مهزله. هذا هو السبب اللي خلى الرياضه في المغرب اللور، وديما غتبقى اللور.